افريقيا ايضا فيها كميات كبيره جدا من الطاقات المتجدده، سواء من الشمس او الرياح او من المصادر المائيه. كل الكلام ده كله اوروبا مهتميه جدا بالحصول على الطاقه دي. طب هتحصل عليها ازاي؟ من خلال بوابه مصر، من خلال الربط ما بين مصر وبين اوروبا، في الربط ما بيننا وبين اليونان وقبرص للوصول هذه الطاقات الى اوروبا، وبالتالي تحقيق لرؤيه سياده الرئيس ان مصر تكون فعلا مركز محوري لتبادل الطاقه. ويمكن عايز اقول لحضرتك برضو اللي بيكمل الخط ده برضو او المشروع ده هو الخط اللي تم تنفيذه بالفعل ما بيننا وبين السودان. يعني بيننا وبين السودان تم تنفيذ الخط الربط في ابريل 2020، كان مرحله مبدئيه ب 80 ميجا وات، حاليا بيتم اضافه بعض المهمات الكهربائيه علشان تزيد قدره هذا الخط تصل الى 300 ميجا وات، وهناك برضو ايضا دراسات لزياده هذه القدره، ممكن توصل ل 600 ميجا وات، ممكن تزيد اكثر من كده في الفتره القادمه، لان زي ما بقول لحضرتك هي قدرات كبيره جدا في افريقيا. أوروبا وقبرص واليونان مهتمين جدا جدا بالحصول على هذه الطاقات المتجددة، وأفريقيا غنية بيها، وبالتالي مصر هي البوابة فعلا الذهبية زي ما بيقولوا للوصول لهذه الطاقات. طبعا هتعود بالنفع لكل الأطراف، سواء دول أفريقية، مصر، قبرص واليونان وأوروبا بالتأكيد. طبعا. دكتور أيمن، احنا النهاردة بنتكلم على ربط ما بين افريقيا، اسيا، اوروبا، صحيح؟ مظبوط يا فندم، مظبوط.